أنا إيمان بلال، عمري 19 سنة، الحمد لله ناجح توجيهي بمعدل منيح. كان عندي طموح أدرس إخراج وتمثيل، كان عدم توفر إمكانيات المادية لدي اضطررت للبحث عن عمل، وأثناء بحثي وجدت إعلان مشروع التنمية بتمويل من الوكالة الفرنسية بنفذ مركز تطوير الأعمال، وفروا لي فرصة تدريب مهني منتهية بالتشغيل بأحد المصانع، فالحمد لله تم تشغيلي في مصنع الإمارة للتعبئة والتغليف على فني مناديل معطرة وطباعة. كان هذا أكبر تحدي بالنسبة لي، لأنها إنه أنا من نوع ما بتحمل مسؤولية، كانت بتحتاج لتركيز وجهد كتير، لكن الحمد لله مع الإدارة والمرونة والمتابعة قدرت أتحدى حالي وأتحمل المسؤولية على الكامل. وبعد فترة تدريب 3 شهور تم تعييني كفني مناديل معطر وطباعة. أنا كإنسانة طموحة بتمنى إنه يكون هذا نقطة انطلاق لي للتطور في مسار عملي بالشركة أو خارج الشركة، يكون الوسيلة للوصول إلى طموحي، يوفر لي الإمكانية اللازمة لدراسة الجامعة والتخصص اللي بحبه.